الفرح ده تقريبا مصر كلها اتفرجت عليه، كان اكتر الافراح اللي الناس حضرتها عن بعد زي ما بيقولوا، ملايين المشاهدات وملايين التعليقات على الروح الحلوه. يعني في حاجه جميله جدا في الفرح ده، في الاخوات دول وبالذات في الاخين. الاخين دول اتنين اطباء، كل واحد اكيد عنده ذكريات مهمه جدا مع اخته، بس قرروا ان هم يحطوا شحنه الحب والكوميديا والذكريات في اغنيه او مونولوج او فقره غنائيه في الفرح يقدموها. خلينا نستقبل الاخين والعروسه. خلينا نستقبل دكتور محمد البسه ودكتور احمد البسه والعروسه اميره البسه. اهلا ازي حضرتك؟ اهلا بيك حضرتك، اتفضلي. ليه انا؟ مش معروسه؟ مبروك يا عروسه، مبروك يا عروسه، الف مبروك. مبروك يا دكتور، الف مبروك، اتفضلي. ايه ده، انتوا جايبين مشجعين معاكم؟ كانوا عايزين يعملوا السقفه السبعيه بس قلت لهم لا. السبعيه؟ عايزين تعملوا السبعيه؟ اتفضل يا استاذ. برافو. انتوا جايبين بقى دول كانوا معازين في الفرح ولا اصحابكم ولا؟ لا ماما طبعا مامت العروسه دي، اهلا وسهلا بحضرتك، الف مبروك، الف مبروك. وطنط نهله مامت حسن، مامت العريس، مامت العريس، اهلا وسهلا، اهلا بيكم. واصحابنا وقرايبنا الجمهور بتاعنا يعني. الجمهور بتاعكم. اه يعني. طب والعريس ما جاش ليه؟ فين العريس؟ العريس اهو. العريس اهو. ايه ده والله انا اسفه ما... لا تحيه للعريس يا جماعه. لازم العريس ياخد وضعه يا جماعه. طبعا. لا لا لا. هي مش عشان جايه برجالتها وراها. صح يا باشمهندس؟ موصله لحد هنا. حضرتك مهندس؟ اه ان شاء الله. لا بكالوريوس تجاره. بكالوريوس تجاره، اهلا يا باشمهندس. اهلا وسهلا بيك. ايه العيله دي؟ حاجه يعني مالها؟ ايه ها؟